هي سيدة متحصلة على شهادة عليا وتقلدت عدة مناصب إدارية، لكن حبها وشغفها بالطبيعة والنباتات خلاها تتخلى عن مسارها العلمي الطويل. اختارت أنها تدخل هذا المجال وتجسد مشروع خاص بها بمواد بسيطة من حديقة منزلها. يلا بنا مشاهدينا نتعرفوا مع بعض على ضيفتنا لعدد اليوم السيدة هند مصباح. اهلا اسلام، صباح الانوار والمسرات. لاباس الله يهنيك، حلت البركه. اسلام لاباس، الحمد لله. سبحانك، مرحبا بجيل ديزاد معايا. الله يسلمك، تفضلي تفضلي دخلي للصالون. اسلام الله يسلمك، حلت البركه. يسلمك وزاره الانوار. واش راكي؟ الحمد لله. الجو كيف راه؟ ما راحش الصيف يا ما تفوتوا ان شاء الله، يا ما تفوتوا ان شاء الله. كل عام نكونوا بخير، هذا هو المهم. شوفي انا جاب لي ربي، ما نعتبركش برانيه، نروحوا للمطبخ. جابك ربي في الوقت المناسب. بريباريت بقراج، نشعل لها، نحط فطوري ونكسروا. بريفير نبداو بالقهوه دابا باسكو ما نقدرش نتحرك بلا ما نشرب قهوتي مع الصباح. لازم تبداي بالقهوه. اكيد قهوة هي الروتين اليومي تاعي، خلوها تطيب في نفس الوقت. راني نطيب في القهوة وراني نوجد في الفطور. هند، انا يعني قبل ما عرفت المشاهدين ولا المشاهدات عليك، عطيتهم لمحة صغيرة، ماذا بيا زيدي تعرفيهم عليك؟ شكون انت؟ شكون هند؟ وش دير في حياتها؟ الاسم هند، لقب مصباح من المصابيح. انسانة عادية جدا، من عائلة جد متواضعة. خدمت المسار تاع حياتي بمراحل متعددة، يعني كانت كاينة بزاف كثير أمور فاتت في حياتي، تعليم جامعي، إطار في وزارة الشبيبة والرياضة، أستاذة جامعية في معهد علم النفس وعلوم التربية لفترة 5 سنين. خدمت ثاني في صيدال. ما شاء الله عندك مسار حافل. وخدمت ثاني كمديرة لمؤسسة خاصة في التكوين، هي مدرسة تاعي، كانت اسمها مدرسة التوفيق. الناس كامل يعرفوني بمدرسة التوفيق، مدام هند تاع ليكول التوفيق. والحمد لله يعني نجحت في كل المجالات اللي خضتها في حياتي، والتوفيق من عند الإله سبحانه وتعالى. قولي لي، ندير لك سكر؟ لا انا نشرب القهوه بلا سكر. انا تاني بلا سكر، متفقين متفقين. انا اختلاف واحد لازم نحرك يسمى باش هكا تعطي رساله لمختك باللي فيها سكر. نحب نسمع الصوت تاع الملعقه كي يدور في الفنجان، هذا لازم. انا مختلفه عليك، ندير المغرفه بصح ما نخلطهاش برك. انا نخلطها اما نعطيك المغرفه. تفضلي. جيت تفضلك صحيتي. فوالا هند، طبعا دائما هكا تنوضي صباح طيب القهوه وتشرب القهوه وتوجدي، هذا الروتين تاعك دائما هكا عندك ليامات كامل؟ شوفي في كل ايام كيما كاع الناس نوض مع الصباح، نتوضا، نصلي، طيب قهوتي، في نفس الوقت راني نوجد في الفطور، وفي نفس الوقت راني نخمم وشنو الشيء اللي راح نقوم به في العمل تاعي. هذا بصفه دائمه، يعني عندي الوالده تاعي عايشه معاها الله يسلمك، انا اللي نقوم بها، انا اللي نعطي لها فطورها، نعس لها دواها. في بعض الاحيان ما نخدم والو هذاك النهار لانه عندها موعد مع الطبيب، لازم نروح معها، لازم تروح معها. عندها تعيار تاع الدم، عندها الطبيب تاع القلب، عندها الطبيب تاع الغده الدرقيه، عندها الطبيب تاع لي غان، مرض الكلى. هذو كلها امور لي من الروتين تاعي، وشنو الحمد لله ماشي كل يوم، مره في 3 شهور هذا، مره في 3 شهور هذا، يعني الحمد لله توفيق من عند ربي دائما وابدا. نقدر نوفق بين العمل تاعي وبين المستلزمات تاع البيت. كيفاش هكا باش تقدري توفقي بين يعني حكايه هي حكايه نظام طبعا. نظام هو الانسان يكون منظم في حياته، يبرمج نفسه في امور معينه، والامور تسير وتيسير من عند الاله سبحانه وتعالى، وما توفيقي الا بالله. يعني ربي هو اللي قدرنا، هو اللي وفقنا، احنا رانا عباده ورانا لاجئين ليه. الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى، التوفيق من عند الإله والملجأ إلى الله. حاجة عادية، كي
كيما كل يوم كيما كاع الناس، لربما يعيطوا لي سوبر وومن، مي انا نشوف روحي عاديه لانه الطموح تاعي اكبر من الشيء اللي راني نديرو. يعني مازال حابه حابه يعني تشوفي انه وقتك مازال عندك وقت باش تزيدي فيه حاجه. صدقيني ننسى بلي راني نكبر، نحس روحي توجور صغيره مادام كاين العزيمه. بالك الروح تاعك، الروح هي اللي تخليك انه تشوفي روحك صغير، لانه العمر مجرد رقم، مجرد فقط رقم. صح، الاراده هي الصح. كي يكون كاين الاراده يكون كاين حب العمل، يكون كاين الاتقان. المشيئه تاع الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله، يعني المشيئه تاع الله تكون معنا. مع الاول كي ديتي هذا الروتين تاعك بين يعني من غير العمل تاعك في المسارك العلمي والمشروع تاعك، واش هي الصعوبات اللي حسيتيها باش يعني باش تتاقلمي مع النظام هذا، تنضي بكري تخدمي وواجباتك الاسريه؟ شوفي هو انا من بكري ما نعقلش بزاف، ما عنديش زعما كوش تاع غيفي تاع، نو بالعكس نرقد فالعشرة ونص 11 تاع الليل كيما كاع الناس، نوض بكري ما عنديش نعاس بزاف، 5 سوايع 6 سوايع يكفوني. هي الطاقه وقتها تتجدد كي نكونوا في حركه، كي تكوني في حركه ما تعياش، لكن مجرد الجلوس تاعك راح الجسم يسترخى والتعب. شوفي طبعا كي زعما تخدمي بزاف وتعي صح تتعبي، ولكن انا نعيط له التعب المحبب، هذاك التعب تحسي صح تتعبي بصح تكوني فرحانه. هذه اللي يقولها لا بون دولور، الالم اللذيذ. انا نعيط له التعب المحبب، استلذ التعب هذا واستلذ الالم هذا واستلذ الصعوبات هذه، لانه سبحان الله حاجه ديريها بيدك وتتعبي عليها وتنسي التعب. صح. الفرحه هذيك تنسيك كاع التعب، تنسيك المراحل والصعوبات والعراقيل، يعني تنسي كي تحقق النتيجه. الهدف هو الاهم، لا تهم المسافه. هذه كنقالها للخال تاعي الله يرحمه، انا عاودت الباك تاعي ما ديتوش في المره الاولى ولا في الثانيه، في الثالثه يعني اصريت. الاصرار هو النجاح في علم النفس. يقول لك النجاح انك تستمري وتسرين، لا تهم المسافه او المده، المهم هو الهدف. على ذكر علم النفس، قلتي لي بلي انت قريتي علم النفس، كنتي استاذه ومديره في نفس الوقت. كنتي مديره لما قررتي انك تدخلي المشروع ولا تلجئي لعالم الطبيعه والنباتات، زعما عائلتك ولا افراد الاخرى ما جاتهمش هكا حاجه مش غاليه؟ شوفي صدقيني يا في الاول جاتهم شغل اللي ضحكه، كانوا كاع يضحكوا ويقولوا اه راح داوي الفرطاس، بلا واحد ما يعود فرطاس. انا ما غاديش الحال لانه عندي هدف وعندي فكره. انت امنتي بها؟ هو بالك ما كنتيش تشوفوا بالطريقه اللي كتشوفي فيها انت هي جوستمون. يبقى ايه كنتي مديره مدرسه للتكوين وبزاف طلبه تخرجوا، خاطر كنا نديروا مام الدعم المدرسي، بزاف تلاميذ اللي نجحوا على يدك والحمد لله وحققتي، وصح حققت نجاحات وقلت لك دائما وابدا بفضل الله. لكن سبحان الله لا ناتور سي ما ناتور، لا ناتور سي ما ناتور، يعني نحب الطبيعه امر في ذاتي، امر داخلي، حلم راودني منذ الطفوله، اشياء عشتها في الطفوله تاعي وكانت جات بضحك. راني نقول لك العائله كلها كانت تضحك، لا عائلتي في وهران، خالتي نهار قلت لها نجرب فيك دواء تضحك بالك خافت شويه اللي عندي تزيدي تنحيولي. لكن والله صدقيني كي ظهرت النتيجه ما امنتش، ولات هي تحكي عليا الناس وتقول لهم بنت اختي اعجوبه، يا ولي اللي فرطاس يروح عندها ينبدلوا شعره. تم لي اصريت انه زدت فيك هذيك الثقه، اشياء اخرى اصريت انه ندير اشياء اخرى. لانه شوفي النجاح دائما يتبعه نجاح، النجاح ما هو الا استمراريه. اوكي طبعا في كيما بديتي المشروع تاعك ولا في عملك الاولاني ما حسيتيش هكا انك قصرتي في حق سواء في العمل تاعك ولا مع الافراد العائله؟ شوفي التقصير في بعض الاحيان يكون ما غالب الوقت يجري والسرعه تاع الحياه التقصير يكون، لكن الانسان يحاول يقلل من هذا التقصير قدر الامكان، يحاول يكون في المستوى. مانيش نقول لك جو سي با اون سوبر وومن، مانيش زعما امراه. واش سر النشاط تاعك هذا كامل؟ حبي للحياه، حبي للحياة وحبي للنجاح. أنا النجاح نحب نشوفه في كل ميادين، ونحب نشوفه سواء بالنسبة للرجل أو للست. وما بالك الست، أنا كانوا يقرأوا عندي بنات نقولهم النجاح تاعكم هو التفوق تاعكم وهو المستقبل تاعكم، ما تقولي ليش نقعد في الدار نو لازم تسعي، يعني الإنسان لازم يسعى في هذه الحياة. لازم الأخير عندنا رسالة لازم
لازم نقوم بها، لازم الحياة تاعنا أن رسالة نوجهوها للناس. شوفي ولا إحنا خليفة الله في الأرض هذه، يعني لازم نكونوا عند حسن الظن. هذا أختي الكريمة ريحانتي، لازم نكون عند حسن الظن يعني، ولازم نحقق ذاتنا. تحقيق الذات ما هو إلا نجاح في حد ذاته. ولا راح نطيب بالغصبة هكذا توجور نجري مور دائما تجري هكا دائما هكذا دائما في بعض الأحيان نوجد كلش في الليل. باش كي يكون عندك خدمة بزاف لازم توجدي في الليل طبعا. دي فوا يكون عندي تنقلات، قلت لك يعني كما اليوم لازم نزربوا شوية باش نروحوا نشوفوا ولا لازم توريني نشوف المكان اللي دستي فيه المشروع. أكيد تشرفيني، ولا ربما نقول لك حلة البركة. ربي يحفظك والله العظيم، والخيرات والنجاحات إن شاء الله يا رب. نحطوا برك هادو يتقلاو مرفا، نخلي على نار قليله ونوصي الوالده تاعي نقولها اسمعي كي بالك يتحقق لك تنساي. في بعض الاحيان عيط لها يما بالك يا طفي هذيك. طبعا لما تشوفيها تعبانه اكيد راح توجدي كلش باش هي تكوني مرتاحه. اوي وفي نفس الوقت نحب الاكل تاع، ما نحبش الاكل تاع، نحب الاكل تاع البيت، بيت هدية. كل ما هو صحي نحب، كل ما هو صحي. نديرو شويه تاع زيت زيتون، نطيب زيت زيتون. طيب زيت زيتون شفت بلي زيت زيتون احسن، زيت زيتون افضل. وي ملعقه شويه تاع الملح، ما نكثروش الملح بزاف اليوم غير صحي. رانا كيف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروا الابيضين اللي هو الملح والسكر. انا في يعني نحيت السكر طبعا، نحيت السكر مانيش نشرب. شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع قرفه نحبها بزاف. القرفه انا نستهلكها بصفه دائمه. كاين اللي يستعملوا القرفه شغل مع حاجه باش تبين لهم الحلاوه زعما القهوه ولا. شوفي انا نستعملها للجانب الصحي اكثر، يعني حتى من القهوه تاعي دائما نرفد ديفا ندير دي توست بغدو كاكاوات ولا زيت سوداني ولا زيت زيتون، شويه تاع قرفه جامي تخطيني. القرفه دائما يعني شوفك راكي تبان لي ما شاء الله، يعني الهيئه تاعك تبان تبان فيك يعني الصحه وتبان فيك حياه صحيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله تكوني مثال بزاف النساء لانه يحافظوا على صحتهم. شوفي الا حبيتي تقعدي صغيره وشابه كلي مليح شربي مليح، واياكي والسكريات، اياكي والدهنيات، اياكي والاشياء المملحه. خليوها يتقلى شويه في نفس الوقت نقي لها. فوالا الفطور تاعي تمتم، يعني سورتو الوالده تاعي تحب هذه الاشياء التقليديه، ما تحبش هي لي غراتا هذوك، ولا تحب هكذا امور جوازات وكذا. دونك نلبيها الربه تاعها، لانه لو كان لقات كان هي اللي راهي تطيب. دونك نطيب كيما تحب هي ماشي كيما نحب انا. على كل حال ما انا نحب هكذا امور، نحب هو تقليدي، نحب طعام، نحب شخشوخه، نحب وشنو بدون مبالغه، لانه كما قرينا في علم النفس تخوسي باتو، يعني كي تكثري من الشيء راح يولي مرضي. لازم تكوني تعرفي كيفاش ونحبوا البسباس بزاف، نحب الكلوروفيل، كل ما هو اخضر نحبه. داير يقول لك الاخضر لون الجنه، دونك كل ما هو اخضر جميل للصحه وجميل في الاكل ومحبوب. نقول لهم لي جان تاع دركا لازم تكثروا من الخضره، خصيكم من الخضره هي الصح. بوفر اون بيل بو، يعني باش نستحفظوا على جمال البشره تاعنا لازم نكثروا من الخضر. الصحه تبدا من الداخل، يعني لازم الاكل الغذاء هو الصح، يبدا من الصحه تبدا من الداخل من الاكل الغذاء الصحي. شوفي كان في العائله تاعي الوالد تاع الوالد تاعي الله يرحمه عاش 100 عامين، بصح صدقيني كان ياكل غير الاشياء الصحيه. تشوفيهم ياكلوا، كانوا ياكلوا صح بزاف، حاجه صحيه. الذاكره تاعو على بالك 100 عامين وما فقدش الذاكره تاعو، حافظ القران ولا صوره غابت له حياته كامل، وهو ياكل الاشياء الصحيه. جيت كل شيء دوكا خليه يتقلى، جاب لي ربي ما نطولوش ونروحوا. خليه يتقلى، نقول نمت شوقه باش نشوف المكان تاعك الورشه تاعك. راح تحبيه الورشه تاعي، هي العالم الخاص تاعي، هي الجنه تاعي،
هي الجنة تاعي. يعني أحب الأوقات لدي، صدقيني في بعض الأحيان ننسى روحي 8 تاع الليل مازالني لتحت، كي نشوف واش راني ندير برك نفرح، في بعض الأحيان نتعب غد نتك ما قبل هكا كي كنتي تقري نفسك ولا شوفي صدقيني أي حاجة درتها درتها عن قناعة تامة وما ندمتش عليها. خدمت في وزارة الشبيبة والرياضة، صح ماشي في مجال علم النفس، مجال آخر جوناليزم كلكو سورتا لا لا ريفو دو بريس، جريدة الوزارة، ترجمة، خدمت حتى في الترجمة. إيه بصح خدمت بإخلاص، الإخلاص وثم الإخلاص في كل مكان تتحطي فيه لازم تخدمي. أبدع أبدع، النظرية تاعي الإبداع، ما دايما تولي العلم النفس والتفوق، هذا هو الشعار تاعي، التفوق والتميز لازم يكونوا، نحبوا ننجحوا لازم نتفوقوا. أخي دائما الحاجة أنه العمل عبادة، بارك الله فيك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنا هذه الآية ما كنت فهمتها، من بعد كي كبرت باش فهمتها، فهمت بلي كيف يرى الله والرسول والمؤمنون العمل يوم البعث، كل واحد راح يكون مكشوف قدام خوه، كل واحد يبان العمل تاعو، دونك لازم يكونوا بصوره اللي ما نحشموش بها من ربي، نكونوا نؤدوا الرساله تاعنا كما لازم على اكمل وجه. هذه هي شوفي، اتقان العمل من بين العبادات، لانه كاع الناس تعمل، بصح كاين اللي تعمل من اجل الاجر وكاين اللي تعمل من اجل الثواب اللي هو ربي اجرنا، عندنا اجرين في هذه الدنيا، عندنا الاجر الدنيوي اللي هو ماده اللي نحصلوا عليها، وعندنا الاجر الاخروي اللي هو الثواب تاع الله والرضا تاع الله سبحانه وتعالى. مهم جدا، مهم انك ترضي الرب سبحانه وتعالى وترضي الناس اللي راح تتعاملي معاهم. اي حاجه تقدميها راكي مطالبه بها امام الله ومحاسبه بها امام الله. ديجا اي حاجه تقدميها من قلبك تخرج من القلب تدخل للقلب، تلحق صح. تلحق كما قالتها فيروز، وتعطلت لغه الكلام بدون كلام الناس تفهمك. إلا نحب الشعر، نحب بزاف الشعر، إلا راكي صادقة في كلامك الكلام توصلك الرسالة. ديجا تحسيها، تحسي لما إنسان يكون صادق معك ولما إنسان شغل يكون فقط صدقيني يحكي. في بعض الأحيان عن طريق الهاتف يتصلوا بيا ناس ومن بعد يقولوا لي والله يا مدام غير بلا ما نشوفوك أمنا واش راكي تقولي وعدنا ثقة فيك، لأنه أنا ما نقنعش خاطش راني نهدر برك، نقنع باسكو راني نهضر عن قناعه بالشي اللي راني نديرو وراني متيقنه بالشي اللي راني نديرو ونحب نشوف النتيجه. تري زعما ان شاء الله تكون النتيجه. تشوف الدقيقه هذا نخليوه يطيب. راني رحت وصيت للوالده تاعي قلت لها تعس النار، نقصت لها النار، صبت لي قهوه. تفضلي تفضلي براحتك، جست ماهيش ثقيله بزاف وماهيش خفيفه. انا القهوه ما نحبهاش ثقيله بزاف، ما نحبش تذبحني. خفيفه مليح. الله يسلمك يعيش، الله يسلمك يعيش. اكيد لازم نشرب شويه قهوه، انا وياك عندنا نفس الحاجه مشتركه، القهوه. اكيد القهوه تاع الصباح درتيها كيما نحبها. بصحتك بصحتك بصحتك، انا القهوه مع الصباح لازم نشربها، قبل ما نبدا العمل تاعي نشرب قهوتي، نقدر نشد بلا فطور بصح ما نقدرش نشد بلا قهوه. تشربي غير قهوه وحدها ولا على العموم ناكل دفاع ولي فخوي، ناكل فواكه بعض الأحيان، نغلي بيض كي نكون على بالي عندي يوم مكثف، نحضر حاجات اللي ناكلها مع الصباح باش نقدر نشد، خاطرش كي نكون نخدم والله ننسى روحي وهذا هو الخطأ. الإنسان لازم ياكل في وقت معين، لازم تقسمي الوجبات تاوعك على النهار. كي نكون نخدم قلت لك بالحب الكبير كي نكون نخدم ننسى روحي. تذكرتك تنسيها. ننساوي من كثرة الشغف تاعي باش من داك نخدم وناكل من داك، بصح هي ماشي مليحة. لازم لا شو يسموه، واش قلنا الأكل الصحي ما لازمش تاكلي في كل وقت. الإنسان الحديث يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. الإنسان لازمش يشبع يتخم وما لازمش يخلي روحه تاني للجوع، هذا هو. كنتم أمة وسطى، الوسطية في كلش. شربي قهوتك ونسهلوا إن شاء الله المعمل تاعي. شوفي إن شاء الله نعطيك فكرة باش نشوف كيفاش تخدمي، كيفاش المكان راح تغيري المهنة تاعك وتجي تساميني. أكيد انا يعني نحب شويه مجال تاع الاعشاب وهذوك، بالك تحبي شويه انا نكمل لك الشيء الباقي نكملو انا 80% اللي بقات انا نكملها، هذه من عندي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل المشاهدين يعودوا يحبوا الشيء اللي راني نديرو، يمتثلوا القناعه
طبيعه للطبيعه تاعنا. هذه طبيعه البشريه تاعنا انه كل حاجه طبيعيه لازم نستعملوها ان شاء الله يا رب. هذا هو في كلش ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربي يحفظك. الله يسلمك. دونك الفطور راه يطيب جينيرال، نخليه على نار قليله وتعسوا الوالده تاعي طفيلو برك دي فوا نفكرها بالتليفون خفت نساها هي ثاني. نخلي الفطور يطيب ولا كان طاب قبل ما نخرج طوميو هاني نطفي خلي الهاويه ما تسخن الماكله برك تسخن تاكل. وانا جينيرال ما نفطرش فيه. ما تديش معك الماكله ولا لا. تحبي انه كي تولي عشيه تاكلي؟ فوالا عندي وقت معين ناكل فيه عشاء تاع العشيه، منها فطور منها عشاء، انا بها نحافظ على القوام تاعي. على العموم غير اذا كنت معروضه في كش مكان ولا في مطعم ولا هذاك الوقت ناكل زوج مرات، لكن على العموم نحب نشرب بون بتي ديجني قهوه مليحه مع صباح مكثفه، ومن بعد 6 ل 5 ونص 6 ونص راني تعشيت، منها عشاء منها فطور، وهذا هو القوام تاعي منذ عدة سنوات. شوف فكرة شيقة. خليو الفطور يطيب ونسهلو. نروحو للمكان المفضل لي. ان شاء الله يعجبك السياقه تاعي تعجبك. هنا رانا في حي البدر كارتي تاعي حومتي، بس كاع تعرفني فيها كانوا يعرفوني مسبقا بمديره مدرسه التوفيق مقاري. وهو لو كان يقاري هنا 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 لحقنا. القاعة اللي مارس فيها الرياضة تاعي هذه القاعة. هذه الرياضة رياضة بدات في بالي كان اون 2010 ظهرت هذه الرياضة يقولولها ريب 60 ريب 60. واش معناها تو ريب سي سكولتي، يعني تنحتي نحت تنحتي الجسم تاعك 60 مينيتس 60 دايز، يعني 60 دقيقة يوميا في خضم 60 يوم الجسم تاعك كله راح يتغير. عندك في هذه وانت تمارسي هذه الرياضة؟ هذه بديتها اكزاكت، شوفي الرياضة تاعي بديتها 2009 والفضل يرجع لاختي هي اللي المابوسي، يعني دائما انه دائما كاين ناس هما اللي يحفزوك باش تدخلي لاي مجال. انا اختي كانت عقابي خصك غير سبور خصك غير سبور، وانا نقول ما عنديش الوقت، ومن بعد وليت نلقى الوقت لانه العقل سليم في الجسم سليم. سبور اون جينيرال بديتو اون 2009 وهذا الرياضه بديت نمارس فيها في 2014. بعدني كيفاش دخلتي وليتي تدربي؟ كنت مارسها كهوايه وما دمت نمارسها كمدربه. اوكي كنت متعددة المواهب. وصدقيني لو ريب 60 اللي تحسي روحك شغل راكي طايري شويه هكا. وي تو بلان طايري في الجنه شويه. نوريكم بعض التمارينات. بون هو نورمالمون لازم لا توني جنرالا كيما قال هذاك نخدم حوايجي ولازم بون. هو هذه الرياضه تقدري ديريها بالباسكيت وتقدري ديريها بالحفا ثاني، مي اون جينيرال انا جو بريفير لي باسكيت جو بريفير لا توني. هاوليك هنا باش تخدمي الصدر تاعك، هاوليك تخدمي كل المنطقه العليا من الجسد، هاوليك ترفدي هكذا الفوق. فوالا هاك تكس
ليوح العضلات تاعك كاع يتمددوا العمود الفقري تاعك كله يتكسر. تقدري تخدمي لي سكوات ثاني يعني باش تخدمي المنطقه السفلى، تخدمي لي سكوات هاوليك هاوليك هاكا تبان مش متعبه كما العاديه. شوفي هي تبان ماشي متعبه بصح كيف الالم بعدين يجي الالم صدقيني سورتو المبتدئات الحصه الاولى اسبوع وما فراش يا مدام يعني قولي سبور هذا سبور هذا كنت تمارسيه ولا تدربي نسا مع بالاضافه للمشروع تاعك تاع الزيوت؟ واحد الوقت كنت حابه نحبسه ما نكذبش عليك، كنت حابه نستاذن خاطر شوفي كي ندرب راح نعطي مجهود اكبر دونك راح نعيا اكثر مع نسقي بحماس نخدم بحماس وكاع يقولوا لي ما نقدروش نكلفوا لك لازم نخدموا قوم نجيكم هنا باش تخدموا نحب نشوف نتيجه. انا قلت لك اي حاجه نديرها نحب نشوف فيها النتيجه سواء في التعليم ولا في التدريب ولا في تطبيق المواد الطبيعية تاعي على الوجه ولا الشعر ولا في العمل تاعي نحب نشوف تطبيق المواد تاعك تاع المشروع تاع الزيوت. شحال تشد لك مثلا الخدمة تاع باش كاين بعض الامور اللي ماشي في نهارها توجد صديق مثلا لازم ديري زيوت تستنيها حتى توجد لا ماسيراسيون بارفو سا برون 45 جور ومن بعد هذاك الزيت تستعمليه الصابون على سبيل المثال كي خدمتيه اليوم راكي خليتيه 24 ساعه يبات في المول تاعو غير من ذاك راكي قسمتيه تقسميه ما تقدريش تستعمليه في اول يوم لا سورتو لو صابون افخوا لازم يقعد على الاقل شهر ونص والصابون قد ما يقدم قد ما يكون اكثر فعاليه يعني تطول لك بزاف المده باش تخرجي كميه فوالا لي صابون بايزاب كي خلاص لي صابون دي وحده تقول لي حبيت نشري نقولها تصبري لي شهر ونص باش تجي تشريه يوجد يبرد يطيب السود هذيك تتحرق باش ما توليش تضر. والمواد هذو من تجيبيهم تاع السيوت تاع الصابون؟ شوفي عندي عده مصادر نشريها وكاين امور اللي انا نحضرها الكوبري في الورشه تاعي عندي اللي نعصر بها الزيوت عندي اللي نقطر بها الاعشاب تاعي باش ندير لي زيدغولا عندي اللي نرحي بها الاعشاب باش ندير لي كولوراسيون ناتورال بور شوفو عندي ديزيدراتور اللي نشف شور البطاطا ونستعملها على بالك مليحه لحب شباب للعلم بالشيء نشف شور البطاطا نشف شور البرتقال نشف شور الدنجال باسكو نستعملهم في الكولوراسيون يعني كانك من داك دي اعاده تدوير الحاجات اللي نستعملوهم حنا يوميا لا جو ريسيكلي يعني نعاود كاع المواد اللي الناس ترميها انا نقولهم المؤلي الزيت المقلي نقولهم المهالي ما ترموهاش نخدم بها دي ديتيرجون نقي بها الحوايج بزاف حاجه رائعه القارص القشور ما ترموهمش الرمان ما ترموهوليش قشور البطاطا ما ترموهاليش اي قشور البصل ما ترموهمليش اي حاجه ريسيكلاج حتى حاجه كيما يقولوا النظريه تاع الكيمياء غير سوبر تو سي ترانسفورم حتى حاجه من العلم النفسي اللي تغير جاب لي ربي نديك تشوفي الورشه الصغيره تاعي ماذا بيا تشوفي نشوفك كيفاش يعني تقريبا كيفاش تخدمي المنتوج تاعك ولا نوري لك الالات اللي نستعملها حضرت على كل حال دونتيفريس بلونشيسون مبيض اسنان طبيعي نوريه لك يعني هو مكتمل دوكا هند راح توري لي المنتوج تاعك اللي تخدميه واحد من المنتوجات اللي تخدميهم واحد جزء من كل هكذا هذا غير كيما درتو جوستومون لانه ما بقاتليش كميه كبيره منه والحمد لله اللي استعملوه كامل صابو عليه هذا شميتو في ريحته ريحته شابه ريحه الانتعاش ريحه الانتعاش تحسي بجوستومون منعش يقضي على الرائحه الكريهه تاع الفم لانه فيه زيت النعناع الحار فيه زيت شجره الشاي وفيه القرنفل نعرفوا بلي القرنفل اللي مطهر يعالج اللثة يطهر الفم ينحي الرائحة الكريهة من الفم هذا عبارة عن مبيض طبيعي تستعملوا اللي يحب يستعمله كل يوم الله يسهل سينو تستعمليه هذا الاستعمال تاعو تستعمليه مرتين ثلاثة في الأسبوع تكفي اللي يحب يستعمله كل يوم يا خير يربح اللي ما حبش كل يوم مرتين ثلاثة في الأسبوع وشنو هو السر تاعو بون بروس يعني فرشاة أسنان جيدة وفي نفس الوقت تحكي من 3 الى 5 دقائق تحكي مليح تحكي مليح وانا ننصح كاع الناس نقولوا حتى لسانكم لازم تحكوه لانه اللسان ايضا تكون فيه الجراثيم فيه البكتيريا
مثلا شحال تشد لك زعما باش تخدمي طلبيه هذا المعجون الاسنان؟ شوفي لازم نوجد الفحم الناشط، لازم نرحيه، القرنفل، فترات عندي نحاول نوريلكم هنايا. هذه مثلا عباره عن رحايه تاع الاعشاب، لازم يكونوا مرحيين بطريقه رقاق، يعني رقاق بزاف ناعمه. دونك الرحيه تاعهم تستغرق لي وقت كبير، نرحي نصفي نغربل نعاود نرحي، لازم فريمون كي تمسيه هاوليك ناعم، يكون ناعم ناعم، ما لازمش يجرح لك سنانك. اوكي دونك هاني رحيت جادون، اني رحيت القرنفل، اني رحيت زبد البحر، ثاني زبد البحر جاي كي الحجر اللي هو العمود الفقري تاع المحار، محار البحر. نرحي زبد البحر، نرحي القرنفل، نرحي الفحم الناشط، نرحي الطين الابيض، هذه كلها مكونات كامل باش تخرج لك حاجه واحده. دونك في الرحيه برك نقعد دي فوا دو جور تخرج وانا غير نرحيه وتلقى الدنيا كامل ولات غبار وانا نولي نعطس. يعني تشد لك تقريبا تشد لك مده كبيره باش تخرجي طلبيه صغيره. فوالا هذا عمل يدوي، طراي ارتيزانال، طراي على ما هاند ميد كيما يقولون انغلي. دونك يستغرق وقت باش نوجد، بعد كي نوجد ندير هكذا في علب كبيره، يعني كاع المواد تاعي تشوفي الزيوت في زيت شيب مثلا بدونه كبيره، ومن بعد نكونتيسيوني في قراعي كل اي حاجه. حتى تجيك طلبيه باش توجديه ولا لا؟ لا نوجد مقبل، هذا غير كيما وجدته مازال ما غالب كانوا عندي اشغال وكل شيء، دونك رحيت وجدته مثلا. احنا انا دوكا واش ندير؟ كونديسيونيه، نرفد لاخر توزني كاع يجيو نفس الوجه. وي يا خا الميزان تحسب عليها الخلق، لازم نكون مضبوطه في الميزان تاعي. دونك هاويك هادي توزن 51 غرام، ندير لاطا 00 بعد نرفد نعمر. بون هاد المرفه كبيره وهاد العلبه كيما راكي تشوفي فيها انتي تقولي صغيره، صدقيني غير تشد لك 3 شهور 4 شهور فاسيلمون. نورمالمون مغرفه صغيره، مغرفه صغيره تقدري تتحكمي بالكميه. فوالا هاوليك 20، شوفي 20 27، لان توجور جو بريفير زياده ولا نقصان. ماذا بيا بالنسبه للمنتوجات هذوما تاعك، كيفاش تسوقيهم؟ تستعملي مواقع التواصل الاجتماعي؟ اكيد عندي لاباج فيسبوك اوناتور اش ام، وعندي الانستغرام onature.rg. هادو المسيرين الاساسيين في المنتوج تاعي، وكاين ناس تاني اللي تتعامل معايا يدو ويبيعوا. كيفاش تشوفي مواقع التواصل الاجتماعي تخدم بطريقه ايجابيه لسعادتك؟ اكيد شوفي البرامج التلفزيونيه والمواقع التواصل الاجتماعي، انا ناس عرفتني اللي عرفوني من كندا ومن فرنسا ومن امريكا ومن الطليان ومن الانجليز ومن سوريا ومن فلسطين، صدقيني خلعت نهار شفت الستاتيستيك تاعي في الفيسبوك، مين يعرفوني؟ عرفوني عن طريق الفيسبوك صح، بوش اوغي وتمشي شبكه العنكبوتيه يقولونها، خيوط العنكبوت تمشي. التسويق تاعي عن طريق، واحد الوقت خممت ندير اشهار في برا في، وبعد وليت قلت الشبكه العنكبوتيه راهي تخدمني افضل مجانا، وثاني تقدري مجانا في بعض الاحيان بالك الواحد يدير سبونسور، مي جوسكا مثلا مازال ما درتش سبونسور. لو كان ندير سبونسور بالك في المريخ ولا ربما نلحق الصوت تاعي، ولما لا؟ كيفاش تحسي روحك في عالم تاعك ما بين المواد هذه الطبيعيه والطبيعه؟ كيفاش تحسي نفسك؟ شوفي كي نشم هكذا لي برودوي تاعي تلقاي عندي بروس ادون، عندي كل مره نجرب لي ماسك تاعي، نروح لمرايه مرايه ليك نبدا نوجد ندير لي ماسك تاعي ونشوف تيرا شبه متعه. وفي بعض الاحيان كاين صديقات كيقول اروحي روحي نجرب فيك، تقولي يا اخي ما تخلصيش يا وباطل، روحي برك اروحي مرحبا بك ونجرب نجرب. والمتعه كي نشوف لا ساتيسفاكسيون تاع الزبونه تاعي ولا تاع القريبه تاعي، ولكن نشوفها فرحانه هذا كل فرح تاعي. وكاين عندي خالتي تاني بزاف من المنتوجات تاعي اللي هي تجربهم وتعطي لي الموافقه، تقول لي بيعي ولا ما تبيعيش، صدقيني تقولي هاي البيعي ولا تقولي خصو هكذا وهكذا، زيدي تريثي تريثي يا ابنه اختي. تقريبا انت في بدايه مشوارك في هذا المشروع العائله تاعك هي كانت هما الاولين، هما السند تاعك، هما الاولين جيش المراه عائلته صح. هما الاولين اللي بديت بهم
من الاولين. والمشروع تاعك واش راكي حابه تكون فيه حاجه جديده، تطور جديد ولا اضافه؟ شوفي قلت لك البحث سي حاجه واسعه، البحث لا ينتهي. قلت لك شيئان شخصان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. دونك لو دومين تاع المواد الطبيعيه مجال واسع، سي شغل لي شتي لي فونتاي تكون مطويه انت تحليها، هي تكبر 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 يونكور تكبر وتحبس. مي مجال العلم ما لا نهايه. دونك مازلت نطور، بديت بامور بسيطه، ومن بعد دوكا راني في لي سيروم تاع حمض الهاليورونيك. هاد لو سيروم صدقيني سي تان سيروم ميراكل، سيروم معجزه، يحافظ على رطوبه البشره، على لمعانها، على شبابها، ويقي من ظهور تجاعيد، خاصة إذا بدأت المرأة تستعمله في سن مبكر، يعني من 25 فما فوق، يعني قبل ما يظهروا التجاعيد باش تحافظ على الشباب. الحمض الهاليورونيك راني نطور فيه، درت ذلك في الأبحاث، مازال أبحاث مستمرة، راح ندير حمض الهاليورونيك مع الجينسينج. الجينسينج حاجة هائلة للجمال البشرة. دونك حابة نطور حاجة في هذا المجال، جينسينج ولا سيدي ليرونيك والكولاجين. نظرتك لنفسك بعد ما جسدتي المشروع تاعك ولت عندك ماركة واسم، كيفاش كنتي تشوفي لنفسك قبل وكيفاش ولت توكا؟ الحمد لله رب العالمين، نوع من الرضا، ما هوش رضا تام لأنه قد ما نبحث ما نقتنعش، لكن عندي نوع من الرضا، يعني الحمد لله. قلت لك يرضوا عليك الناس، ترضي انت على نفسك، تقول لهم لا لا ماني، يقول لك راكي هايلة واش حبيتي تزيدي أكثر، دونك ترضي، تفرحيت، نتائج، زبائن جداد، سمعة، فعالية، إفادة، هذا هو الرضا أنا بالنسبة لي، الحمد لله رب العالمين، ما نقدرش نطلب أكثر من هكذا، الحمد لله. هند، أنت في هذه الفترة اللي راكي فيها بعد ما جسدتي المشروع تاعك، هل تشوفي نفسك قدوة للنساء وحدة أخرين، ما سخطوا الماكذات في البيت، تشوفي نفسك قدوة لهم؟ أكيد أكيد، بزاف يقولوا لي ماذا بينا نكونوا كيما أنت، نقول لهم حاجة تفرح، هلم يلا نجح للجميع. أكيد أكيد، أنا ماذا بينا نكون قدوة في كل شيء، أي حاجة جيدة للمجتمع، للمرأة الجزائرية، للفرد الجزائري، ماذا بينا نكون قدوة فيها. أكيد ماذا بينا نكون مثال، ماذا بينا نكون أنا إكزامبل. كرسالة حابة توجهيها لهم هذو النساء اللي يحبوا يفتحوا مشاريع ولا أي عمل كان، مش حتى مشروع كبير، حتى حاجة صغيرة حبوا يجسدوها بصح ما قدروش، واش تقدري توجهي لهم؟ الإرادة 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 والعزيمة وعدم التخوف. أنا نقولهم، كان الوالد تاعي الله يرحمه يقول لي تخافي ما تدنيش، ما عنديش الخوف، ما عنديش الخوف، لأنه لازم يكون عندك يقين باللي التوفيق من عند ربي، أنت اعقلها وتوكل، أنت ابداي وخلي الباقي على الله، بصح أنت لازم تكون عندك إرادة ويكون عندك يقين وتكون عندك ثقة في نفسك وإيمان بالقدرات تاعك. أنا ماني إلا عبد ضعيف، لكن نتقوى بالإيمان تاعي، والحمد لله رب العالمين لحد الآن، لحد الآن إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي نكون ناجحة في شي اللي راني ندير إن شاء الله. أنا شفتك إنسانة متعددة المواهب، فيك طاقة إيجابية كبيرة، طبعا عندك مقولة تمشي بها في حياتك والمبدأ اللي يخليك توجر هكا تجدي النشاط تاعك ولا القوة تاعك. من سار على الدرب وصل. شوفي احنا رانا خليفة الله في الأرض، صح، لازم يفو ماركي سون باساج، يعني لازم نجسدو، نخليه حاجة تهدر علينا حتى بعد الوفاة. قال الله يرحمها كانت بزاف نشيطة، كانت تعمل، كانت دارت حاجات، يبقى الأثر تاعك في هذه الدنيا. الأثر ينقطع بني آدم، عمل بني آدم إلا عن ثلاث، وجاب لي ربي هذا الشيء اللي راني نديرو، إن شاء الله يكون في ميزان الحسنة تاعي، صدقة جارية. اللي برا على يدي راهي حاجة مليحة، اللي استفاد راهي حاجة مليحة، اللي خداني كمثل كقدوة راهي حاجة مليحة، اللي قدرت نحدث فيه تغيير سيكولوجي راهي حاجة مليحة. كل هذه الأمور تخليني ما نتوقفش، تخليني نستمر في العمل تاعي حتى آخر رمق، إلى أن يرثني الله عند خير خلق. هند، كرسالة أخيرة ولا نصيحة كي حابة تقدميها وش حبيتي تحضري؟ شوفي النصيحة الأخيرة والمهمة والأساسية اللي نقدمها لكل نساء سواء جزائريات ولا نساء العالم، كما نقولوا بالدرجة، شمري على دراعتك، شمروا على دراعتكم ينسى،
واللي عندها هواية ولا عندها إرادة ولا عندها فكرة تاع مشروع تقدر تجسدها، لأنه المرأة الجزائرية عندها عزيمة، كل النساء عندهم عزيمة. ثورات اللي قامت بكري على جال القوة تاع المرأة والعزيمة تاعها، وكان المرأة تستطيع، women can، elle peut faire beaucoup de choses. المرأة تقدر تدير بزاف حاجات، تقدر تنجح، تقدر تبدع، تقدر تكون ربة بيت وصاحبة مشروع، تقدر تتقلد أعلى المناصب، تقدر تسير، تقدر تحقق نجاح، تقدر تكون امرأة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. كما شفنا اليوم تعرفنا على السيدة هند، امرأة متعددة المواهب تحب ما تقوم به، بتفانيها في العمل ونظرتها الإيجابية للحياة خلتنا نوصفوها بالمرأة النموذجية والناجحة. هند هي امرأة اجتهدت وكافحت باش تثبت أنه المرأة صح تقدر، ومن كان. نتلاقاو في عدد جديد مع سيدة جديدة. السلام عليكم.